السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت شغال كده؟ شغال ولا مش شغال؟ كده شغال. طيب سؤال، عملتوا ايه في الأجازة؟ ولا اي حاجة؟ لعبنا ها على الفيسبوك. وايه تاني؟ لعبنا وعلى الفيسبوك، قاعدة ادرس كورسات، سافرنا اكيد، فيسبوك ووركينج ما شاء الله. جميل. المهم نكون اللي احنا الكورسات اللي احنا بناخدها دي نذاكرها. يعني انا اسمع ان في ناس بتحضر مع ملتقى الدارين يجي 3 محاضرات في اليوم. حد بيذاكر اللي بياخده في المحاضرات الثلاثة كل يوم او كل مرة؟ طيب انا عايز اكلمكم في حاجه. ممكن اتفضل اسال. 99 اتفضل اسال. اتفضل. بعد رمضان ان شاء الله. انتوا ايه رأيكم؟ انفع يعني ولا ما انفعش؟ انتوا ايه رأيكم؟ انتوا عايزين ادرس حاجة تاني ولا لا؟ طيب بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للناس اللي بتقول اول محاضره النهارده، انا عايز اسالكم سؤال، عايز اسال الجميع كده سؤال. انتوا عارفين ناقص لنا كام محاضرة ونخلص؟ ثلاث محاضرات بالظبط. ناقص لنا ثلاث محاضرات بالظبط ونخلص. بالظبط ثلاث محاضرات وننتهي ان شاء الله. انا مش بقول لحد ما تحضرش، يعني انا مش بقول لحد ما تحضرش معانا، ولا بطرد حد. ما مش طبيعي، مش طبيعي ان انا اقول لحد لو سمحت مش عارف مين فين ما تحضرش معايا. لا ده مش طبيعي.
الله اعلم لسه مش عارف. لما ان احيانا انا ما بحبش اتكلم مقدما عن حاجات كتير يعني. فان شاء الله باذن الله لما رمضان ينتهي ربنا يكرمنا. واكيد مش هعيد نفس الدورة يعني. انا غالبا مش هعيد نفس الدورة. الله اعلم لسه مش عارف. الله اعلم برضو. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الانترنت. لا لسه ما اتحلتش. ما شاء الله انترنت يوم الحد. حد امتحن انترنت يوم الحد وجاب 97. الف مبروك. طب وعملت ايه في المواد التانية؟ في باقي المواد ولا امتحنت انترنت بس؟ ما شاء الله عقبال الاي تي والاكسل والاكسس والحاجات الصعبة دي. ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاي تي والاكسس يكونوا اسهل من اللي فات باذن الله. طيب احنا هنتكلم النهارده على النت. حاجه لذيذه كده وبسيطه وتعتبر من اسهل المواد اللي عندنا يعني. حاجه كده انا شخصيا حاسس يعني عارف ان انا رايي. حاضر بس ان شاء الله باذن الله لما ادخل المنتدى. انا بقى في مشكله مش عارف ادخل المنتدى. فاول ما تتحل المشكله هكتب زي ما انتوا عايزين. هكتب اللي انتوا عايزين. طيب يا ريت برضو اللي دخل امتحن في اي ماده من المواد دي يدخل المنتدى يكلم الناس يقول لهم امتحن ازاي؟ ايه اللي حصل في الامتحان؟ هل المحاضرات فادتك في الامتحان ولا لا؟ والكلام ده. الامتحان بيبقى في اي مكان معتمد من اليونسكو. اتفضل. كل واحد مش هتفرق. اه طبعا تدعم السيرة الذاتية. خلي السي في بتاعك مليان. كل ما تخلي السي في بتاعك مليان يبقى احسن.
امتحان الدارين هنتكلم عليه بعدين. لا مفيش امتحان على النت، لازم في مكان عشان يكون مكان معتمد. على النت في البيت ممكن تفتح الكتاب وتحل صح؟ الامتحان مش اوبن بوك. وان كان هو في المركز بيبقى على النت برضه. انت في اي مركز بيعملوا كونكشن على النت والاسئله تجيلك. محاضرات سي ام ايه يا ريت، وانا كمان عايز محاضرات سي ام ايه يا ريت. ممكن انا ما اعرفش، اسالوا الدعم الفني. الدعم الفني يقدر يجاوب على اي على موضوع الشهادات والدورات والكلام ده. سي ام اي دي شهاده خاصه بالمحاسبين مش موضوعنا. لا امتحانات السيميوليشن اللي بتبقى على برنامج شبه البرامج الحقيقي اللي موجوده على النت اسئلتها قديمه. ركزوا في الاسئله اللي انا رافعها احسن، دي الاسئله الجديده. الامتحانات اللي بتبقى معموله سيميوليشن مشابهه للامتحان الحقيقي وموجوده على النت بتبقى اسئلتها غبيه، ما بتبقاش اسئله الامتحان، بتبقى اسئله من اختراع اللي عامل البرنامج من المنهج وكل حاجه، بس ما بتبقاش اسئله الامتحان. تمام؟ طيب نبدأ؟ حد عنده سؤال قبل ما نبدأ؟ الأسئلة اللي أنا رافعها موجودة على السايت بتاعي وموجودة هتلاقوها مرفوعة على المنتدى بتاع الأكاديمية. طيب حد تاني عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في اللي ذاكرناه؟ ولا إحنا ما ذاكرناش؟ طيب اكسس بكره ربنا يسهل. يعني ايه الرابط الموجود بالمنتدى للتست؟ مش فاهم السؤال. في تيست انا حاطه انا كتبته ماشي، ماله؟ هو بصراحه التيست اللي انا رفعته ده جالي عليه 8 اجابات بس في يومين، فبعد كده ما بصيتش تاني بصراحه. لا ده للتدريب بس بيننا وبين بعض، للثقة مش اكتر. تمام؟ طيب تعالوا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الانترنت، احنا هندرس في الانترنت برنامجين صغيرين وسهلين وبساط وكلنا عارفينهم واعتقد كلنا استخدمناهم قبل كده، انترنت اكسبلورر 6 للاسف 6 مش 9، واوتلوك اكسبريس اللي بينزل مع ويندوز اكس بي مش بتاع الاوفيس. للاسف دول اللي شغالين في الامتحانات في مصر لحد دلوقتي. الاول انا عايز اسال سؤال، ايه تفتكروا ايه هي الحاجات اللي انت بتحتاجها علشان تدخل على النت؟ ايه هي الحاجات اللي انت محتاجها علشان تدخل على النت؟ انا ممكن اوقف السكرين شيرنج واستنى اسمع اجابتكم. انت عشان تدخل على النت محتاج ايه؟ يا ريت الناس اللي اول مره تدخل ممكن تشاركنا. كمبيوتر ماشي، محتاج موفر لخدمه الانترنت كمان وبرنامج تمام ووصله نت تمام، شبكه ومحرك بحث. محرك بحث ضروري عشان تدخل على النت ولا مش لازم؟ لا مش لازم. ايه الحاجه اللي انت لازم تحتاجها علشان تدخل على النت؟ اول حاجه طبعا تحتاجها حد يوفر لك الخدمه. ماشي، ما هو انت عندك كمبيوتر اكيد، يعني انت عندك كمبيوتر اكيد. اول حاجه محتاجها حد يوفر لك الخدمه. الحد اللي يوفر لك الخدمه ده بنسميه ايه؟ حد عارف الحد اللي بيوفر لك الخدمه ده بنسميه ايه؟ تمام صح، ده انتوا شطار، ده انا هسكت وهسيبكم تشرحوا انتوا، ايه رايكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، اول حاجة محتاجينها انترنت سيرفيس بروفايدر يقدم لك الخدمة. طيب الراجل هيقدم لك الخدمة، الراجل اللي هيقدم لك الخدمة ده ما لقاش عندك مثلا، يعني ما لقاش عندك كارت نتورك، هيقدم لك الخدمة كمثال؟ لا. طيب في وسائل الاتصال القديمة كان لازم يبقى عندك خط تليفون علشان تدخل على النت، ولا زال للأسف في بعض الدول في مصر يعني. لو الاي اس بي ما لقاش عندك خط تليفون هيقدم لك الخدمة؟ لا طبعا. تمام؟ طيب حاجة تانية، انت رحت قدمت على خط النت وجبت وعندك خط تليفون، احنا بنقول الحاجات الضروري المطلوبة، الحاجات اللي ايه المطلوبة، زي المودم ده مطلوب صح؟ المودم او الروتر، ده او ده مش هتفرق، المهم ان بيبقى في حاجة اسمها مودم. المودم ده بيعمل ايه المودم ده؟ ايه وظيفته؟ طب كلمة مودم دي جبناها منين؟ الناس اللي امتحنت انترنت وجابت 99% ما شاء الله لا قوة الا بالله. ها موديوليشن اند دي موديوليشن، يعني ايه موديوليشن؟ ودي موديوليشن. تمام كده؟ بيحول ايه؟ بيحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال والعكس، من أنالوج إلى ديجيتال والعكس، موديوليشن وديموديوليشن. تمام؟
طيب انتوا علماء اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب موقع النت بيتكون من ايه؟ اولا ايه هو موقع النت ده؟ عندنا موقع زي موقع اسمه كده حد يقدر يوصف لي الموقع ده؟ انتوا بتتكلموا في وادي وانا بتكلم في وادي تاني خالص. موقع انترنت زي ده مثلا اسم الموقع او شكل الموقع، دايما لما احتاج ادخل على موقع بلاقي الكلمة دي AWWW دي World Wide Web. بالمناسبة ما هو الفرق بين World Wide Web والإنترنت؟ أعتقد إن أنا سألت سؤال زي ده قبل كده وناس شطار جاوبوا. ما هو الفرق بين الإنترنت والWorld Wide Web؟ إعادة السؤال، ما هو الفرق بين الإنترنت والورلد وايد ويب؟ ما هو الفرق بين الانترنت والورلد وايد ويب؟ الانترنت يجمع www وغيره. اجابة صح. واحد فيهم اعم من الاخر، مين الاعم؟ الانترنت اعم من الاخر. اجابة صح. طيب هي ايه الانترنت اساسا؟ فاكرين الاي تي؟ فاكرين قلنا يعني ايه انترنت في الاي تي؟ فاكرين ولا مش؟ مش صح؟ طالما سكتنا كده يبقى مش. هو احنا خدنا اي تي؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، هو احنا خدنا اي تي؟ لا. الله، بصراحة احسن اجابة تبشر بالخير. هو احنا خدنا اي دي؟ طيب الانترنت زي ما قلنا، الفرق بين الورلد وايد ويب والانترنت الفرق بين www والانترنت او الورلد وايد ويب والانترنت، ان الورلد وايد ويب جزء من الانترنت. الانترنت هي عبارة عن شبكات، مجموعة من الشبكات ومن شبكات الكمبيوتر بما عليها من بيانات تتبادلها فيما بينها، تمام؟ الورلد وايد ويب بقى، الورلد وايد ويب هي البيانات اللي على الشبكات دي والتي تتبادلها فيما بينها، عبارة عن صفحات ايا كانت الصفحات بقى والملفات بقى، تمام؟ طيب كلمة بروتوكول يعني ايه؟ كلمة بروتوكول تتوقعوا؟ ممكن إعادة الجواب. الفرق بين الإنترنت والورلد وايد ويب، الإنترنت هي مجموعة من الشبكات، مجموعة من شبكات الكمبيوتر اللي بتتبادل معلومات فيما بينها ومتصلة فيما بينها، تمام؟ الورلد وايد ويب هي البيانات اللي بتتبادلها الإيه؟ الشبكات دي أو الأجهزة اللي على الشبكات دي، سواء كانت البيانات دي بقى ملفات او صفحات انترنت او اي حاجة غير كده، تمام؟ البروتوكول سياسة التعارف، صح، تمام. طيب في بقى موضوع زي مثلا TCP/IP، ده البروتوكول اللي كل الناس ايه؟ TCP/IP ده البروتوكول اللي بتتفاهم بيه الشبكات اللي متصلة على الانترنت علشان تتفاهم مع بعضها. يس، بروتوكول مظبوط كده. في بروتوكول اسمه مثلا، يعني علشان لو قابلتكم الاختصارات دي نبقى فاهمين ايه،
ها اتش تي تي بي اختصار، محدش يفتح جوجل، اللي عارف يقول، اللي مش عارف مش هنضربه يعني. هايبر تكست ترانسفير بروتوكول صح، بس كلمة هايبر تكست كلمة واحدة، هايبر تكست كلمة واحدة على فكرة. تمام، يعني ايه؟ يعني ايه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول؟ يعني النظام الخاص بنقل ايه؟ بروتوكول قلنا يعني سياسة تعارف او تفاهم او نظام. يعني ايه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول؟ نظام نقل ايه؟ نظام نقل البيانات. طيب، او الصفحات. تمام، زيه اف تي بي، اللي هو زيه الاف تي بي اللي هو فايل ترانسفير بروتوكول. ما شاء الله، الناس هنا محترفين شبكات، ما شاء الله لا قوة الا بالله. فايل ترانسفير بروتوكول، تمام. طيب، نظام نقل الايه؟ الملفات، نظام نقل الملفات، مش تحميل بقى اي حاجة، نقل وخلاص. ترانسفير يعني نقل. ترانسفير يعني ايه بالعربي؟ ترانسفير يعني ايه بالعربي؟ نقل. فاحنا هنقول نظام نقل الملفات، بدل ما اقول تحميل ورفع وابلود وداونلود ومش عارف مين، هو نقل وخلاص. تمام؟ طيب، دي شويه الحاجات، دي اهم النقط اللي ممكن يسالك فيها نظري في الانترنت، ازاي تتصل بالنت وازاي تستخدم مش عارف مين. طيب، احنا قلنا علشان تستخدم الانترنت لازم يكون عندك حاجه اسمها صح؟ حاجه اسمها ايه؟ براوزر. تمام، احنا البراوزر بتاعنا، بما انك راجل براوزر يعني متصفح، بما انك راجل كده بتستخدم ويندوز وبتاع والكلام ده، يبقى احنا هنشتغل على براوزر اسمه انترنت ايه؟ انترنت اكسبلورر 6 للاسف، 6. واقول للاسف، ولسه هفضل لحد بكره ممكن اقول للاسف بصراحه، يعني مش عارف ايه 6 ده. تمام؟ طيب، لا، الامتحان بيبقى على 6 للاسف، امتحان الاي سي دي ال الدولي بيبقى على 6 للاسف، في مصر بيبقى 6 للاسف، وفي الدول العربيه بيبقى 7. فأنا ملتزم بنظام الامتحان علشان الناس ما تدخلش الامتحان تتعقد. اتفقنا؟ فانترنت اكسبلورر 6. تمام؟ طيب، بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها برنامج لنظام نقل الايميلات أو إدارة الايميلات. يعني إيه إدارة الايميلات؟ لا مش للدرجات، يعني نستخدم برنامج بس، يعني كفاية ان احنا نستخدم برنامج لإدارة الايميلات. لا، مش هنتكلم عن الكلام ده كله، هنتكلم بس عن إدارة ازاي تستقبل ايميلات وتبعت ايميلات وتوصلك ايميلات وتسيفها على الكمبيوتر والكلام ده كله. الكلام ده كله هنشرحه باستخدام ايه؟ برنامج اسمه اوتلوك. واوتلوك كلمة واحدة. تمام؟ يا ترى يا حلوين يا امامير يا اللي في مصر، هنشتغل على اوتلوك فيرجن كام؟
معلش انا دايما اتكلم على فيرجن دي لان هي من الحاجات اللي مخلياني عايز انفجر. يعني الناس كلها، العالم كله بيستخدم حاجات كتير كده، واحنا هنتكلم عن حاجة غريبة يعني. تمام، حاجة كده يعني. البرنامجين مع بعض يتشرحوا في ربع ساعة. تمام، انا عايز بس اعمل فوت بعد اذنكم، هقفل الشوت بوكس كده لحد ما يعني بس نبدأ فوت. انا عايز اعمل فوت بس عشان اشوف الناس، بس عايز اتكلم على حاجة كده. مثلا هل استخدمت برنامج اوتلوك اكسبريس او اوتلوك وخلاص من قبل؟ والاختيارات هتبقى 2010 ولا 2007 ولا 2003 و3 ولا اوتلوك اكسبريس ولا لم استخدم البرنامج من قبل؟ ارجوكم لو سمحتوا جاوبوا. اكتر من 50% ما استخدموش البرنامج قبل كده. اكتر من 60% ما استخدموش البرنامج قبل كده. ده تقريبا 75%، ناس كتير قوي ما استخدمتش اوتلوك قبل كده خالص. طيب تعالوا نتكلم 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير عن انترنت اكسبلورر، وبعدين نروح نشوف الاوتلوك ده بيتعمل ازاي او بيعمل ايه اصلا. لو هنتكلم عن انترنت اكسبلورر ممكن نشغل الشيرنج كده. ونقول له يا ايها الانترنت اكسبلورر، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اسم الموقع مثلا زي ده، او خلونا في اي موقع انجلش بيتعرض كويس، وليكن مثلا www. تمام، بكتب اسم الموقع فين؟ جنب كلمة ادريس زي ما احنا عارفين. www. ايه؟ مثلا msoffice.com. www يعني انت داخل على الورلد وايد ويب. ms office mania ده اسم الموقع. .com يعني commercial. طب .org يعني organizational. طب في بيبقى .com.eg، دي الدومينز المحلية او اللوكال دومينز. تمام، وبعدين بتكليك انتر، بتكليك انتر كده. تمام، اول ما تعمل كليك على انتر بيفتح لك الموقع بتاعك.
طيب الموقع بيتكون من صفحة رئيسية وبيبقى فيه جوه الموقع هايبر لينك. هايبر لينك زي ده مثلا، ده احد الهايبر لينكس، تمام؟ وده كمان مثلا كده، لو عملت كليك على كده هتلاقي ده كمان هايبر لينك. طيب وده كمان هايبر لينك، كل دي اسمها هايبر لينكس. وبيبقى في مثلا دايلوج بوكس او تكست بوكس تكتب فيه اسم، وفي تشيك بوكس تعلم عليه صح او غلط او اختيارات وهكذا، تمام؟ صفحات الانترنت بيبقى فيها نوعين، بتبقى نوع اسمه ستاتيك ونوع اسمه دايناميك. طبعا كله دلوقتي بقى دايناميك، الستاتيك بقى قليل قوي. دايناميك يعني انت يعني تفاعلي. يعني ايه تفاعلي؟ يعني انت مثلا وانت فاتح الفيسبوك ممكن تكتب مسج تلاقي مسج بعدها ظهرت على طول حد رد عليك، تمام؟ ما كانش ده بيبقى موجود زمان. ليه؟ لان الصفحة دي بقت صفحة تفاعلية. يعني ايه تفاعلية؟ يعني اللي بيتغير او التغير اللي بيحصل في الصفحة بيتعمل قدامك، بيظهر قدامك على طول، ما بتبقاش مضطر تقفل الصفحة وتفتحها تاني علشان ايه؟ تشوف التغييرات اللي حصلت فيها، تمام؟ طيب بالنسبة، تعالوا بقى بالنسبة للانترنت اكسبلورر 6. الانترنت اكسبلورر 6 يهمني وانت داخل الامتحان. طبعا انا اعتقد طالما كلنا دخلنا على المحاضرة هنا فاكيد كلنا بنعرف نستخدم انترنت، بس انا قلت عايز اوضح كذا حاجة. ايه يعني؟ ممكن نكون كلنا بنعرف نستخدم انترنت بس احنا مش عارفين هنتسأل في ايه في الامتحان. يعني هو هيسألني في ايه في الانترنت، تمام؟ او هيسألني في ايه في الانترنت اكسبلورر. اقول لك ممكن يسألك في ايه. ممكن يسألك يقول لك كليك على اللينك اللي اسمه كذا، تمام؟ او هيسألك يقول لك نافيجيت تو ذا بيج كولد كذا، تدور انت على اللينك بتاعها وبعدين تعمل ايه؟ تكليك عليه، تمام؟ ممكن يقول لك، يسألك يقول لك كده. ممكن يقول لك ريجستر ويذ ذيس سايت فور ذا ايميل كذا وباسورد كذا، او اعمل لوجن بالايميل كذا وباسورد كذا، ويجيب لك اي موقع اختراعي وهمي كده ويقول لك اعمل ريجستر فيه، او احجز مثلا حجز طيران او حاجه كده. بتبقى موجودة على الصفحة قدامك، بيبقى كل اللي مطلوب منك انك تعمل كليك على اللينك المظبوط وبعدين تعمل ايه؟ ريجستريشن، او تعمل ابلاينج لحاجة معينة، او تشتري حاجة معينة مثلا، تمام؟ طيب دي حاجة. حاجة تانية ممكن يقول لك عليها، ممكن يقول لك خلي الصفحة دي او خلي صفحة معينة هي الهوم بيج بتاعتك، او ممكن يقول لك بلاش الهوم بيج دلوقتي، ممكن يقول لك سيف الصفحة دي عندك في سيفها على الديسكتوب، اعمل لها داونلود يعني، تمام؟ فاعمل لها داونلود. هتعمل لها داونلود ازاي؟ هتقول له فايل وبعدين تختار ايه؟ سيف از. ممكن يقول لو قال لك سيف از ويب بيج او سيف از اتش تي ام ال تكست، بيحدد لك هو الطريقه اللي انت عايز تسيف بيها، ويقول لك حدد الاسم والمكان كانك بتسيف اي ملف، وبعدين تعمل داونلود للصفحه عادي. ده سؤال كمان ممكن يساله لك. ممكن يسألك بكل بساطة يقول لك ريفرش ذيس ويب بيج، الصورة دي مش واضحة فاعمل ريفرش للصفحة، تمام؟ ده سؤال من ضمن الأسئلة. ممكن يقول لك ارجع للصفحة اللي قبل كده، أو كمل الصفحة اللي بعد كده، تمام؟ باك أو فورورد، تمام؟ أو يقول لك افتح الهوم بيج بتاعتك، تقوم كليك على هوم، تمام؟ تمام. مثلا طب حاجة تانية ممكن نعمل ايه مثلا؟ ممكن يقول لك احفظ الصفحة دي في الفيفوريتس بتاعتك. طبعا كلنا عارفين الفيفوريتس وبنستخدمها، هتقول له ايه؟ فيفوريتس، اد تو فيفوريتس، وتكتب الاسم اللي انت عايزه كده كده مثلا، وتقول له اوكي، تمام؟ مثلا. طب ممكن يقول لك احذف الصفحة الفلانية من الفيفوريتس. بتعمل ايه بقى؟ بتيجي عند قائمة الفيفوريتس كده وتكليك فيفوريتس، وبعدين هتلاقي دي الفيفوريتس بتاعتك، تقدر تعمل منها تتنقل منها زي ما انت عايز، تمام؟ تمام. طيب ممكن يقول لك اد الصفحة الفلانية تو فيفوريتس، تقول له اد وتكتب اسم الصفحة هنا، تمام؟ الصفحة دي. طب اورجنايز
ايه اورجنايز فيفوريت دي؟ لو عايز تشيل اي صفحه معينه من الفيفوريت تعمل ديليت، تمام، تقول له يس كده تمام، او تعمل رينيم لاي صفحه من الصفحات دي، تغير اسمها، تخليها بدل ما هي msn.com مثلا تخليها msn بس، وتكليك انتر او تكليك اوكي. طيب، او تعمل نيو فولدر للفيفوريتس مثلا، دي الفيفوريتس بتاعتي، دي الفيفوريتس بتاع حد تاني، دي الفيفوريتس بتاعت الشغل، دي فيفوريتس جيمز، ودي موفيز، ودي سايتس بتاعت مثلا الشغل، ودي سايتس بتاعت التعليم، والحاجات دي كلها ممكن تعمل كل واحده في فولدر لوحدها، تمام، وهكذا. وممكن تعمل موف دي كده، ممكن تعمل موف تو فولدر وتختار الفولدر اللي انت عايزه وتقول اوكي. كل الاسئله دي ممكن يسالك عليها، تمام. اعتقد ان انا شايف ان اجابات الاسئله دي بسيطه بالنسبه لنا، يعني انا متوقع ان احنا طالما دخلنا على محاضره وبناخد محاضره اونلاين، يعني وقت ما تحط المنهج ده ما كانش فيه حد يقدر ياخد محاضره اونلاين بالسيستم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، تمام. الكلام ده يعني المنهج ده او منهج اي سي ال فيرجن 4 ده شغال بقاله حوالي مثلا 6 سنين تقريبا لحد دلوقتي. ما اعتقدش ان وقتها كان في مواقع تفاعليه زي موقع الدارين والمواقع اللي بتقدم خدمات التعليم عن بعد كده، تمام. طيب، حاجه تانية تهمني في الانترنت اكسبلورر، انك لو جبت تولز وانترنت اوبشنز، تعالوا نشوف احنا نحتاج من الانترنت اوبشنز. هنا ممكن يقول لك، ممكن يجي في الامتحان يسالك يقول لك ايه، خلي الصفحه دي اللي مفتوحه قدامك دي، انا هقفل الفيفوريتس مش عايزينها دلوقتي، ممكن يقول لك خلي الصفحه دي اللي انت فاتحها دي هي الهوم بيج بتاعتك، تمام. خلي الصفحه دي هي الايه، الهوم بيج. هتيجي من عند تولز انترنت اوبشنز، بعدين تقول له ايه، يوز كرنت، هتلاقيها اتكتبت الصفحه دي اوتوماتيك قدامك، تمام. طيب تمام كده. طيب، وتقول له اوكي كده الصفحه الهوم بيج بتاعتك. طب هو يعني ايه هوم بيج؟ كلنا عارفين طبعا، يعني الصفحه اللي انت بتفتحها اول ما، او الصفحه اللي بيفتحها البراوزر اول ما تدخل عليه، تمام. طيب طيب، لو عايز مثلا في الناس اللي بتستخدم ايه، يو اس بي مودم او انترنت محدود، الميجا مش عارف بقد ايه، والجيجا مش عارف بقد ايه، والجيجا الزياده بقد ايه، وليك 2 ميجا فري، وبعد كده الكيلو بقرش، وشغل النصب اللي احنا شغالين فيه في الوطن العربي ده. بيبقى عندك على الموقع صور، فالصور دي بتاخد مساحه معينه من الداونلود بتاعك او من الباندويست بتاعك. فانت لو عايز تفتح موقع اخبار مثلا ما يهمكش فيه الصور ومحتاج تقرا بس، فبتحتاج انك تلغي الصور، تلغي تصفح الصور من الموقع بتاعك، تمام. بتعمل ايه علشان تلغي تصفح الصور من الموقع بتاعك؟ نركز مع بعض، يمكن ما نكونش عارفينها. تولز، وبعدين اختار انترنت اوبشنز، وبعدين اختار ادفانسد، تمام. بعد ادفانسد ادور في وسط العلامات دي كلها على كلمه ايه، انا شخصيا مش حافظ مكانها، بس هي تحت مالتي ميديا. اختار ايه، شو بيكتشرز. شو بيكتشرز يعني عرض الصور. ممكن اشيل ايه، شو بيكتشرز دي، واقول له اوكي. وبعد كده اي موقع افتحه هلاقي ايه، هلاقي ان ما فيهوش صور بتتعرض، هلاقي الصور كلها ما بتتعرضش، هلاقي الصور كلها مختفيه، تمام. طيب، عايز ارجعها تاني، ارجع علامه الصحه كده، تمام. يبقى ده بالنسبه لموضوع الصور. حاجة تانية ممكن يقول لك غير الهوم بيج، خليها كذا بدل ما تخليها الهوم بيج دي. طيب، حاجة تالتة الهيستوري والكوكيز والكلام ده والتمبوري انترنت فايلز. ايه هي التمبوري انترنت فايلز دي؟ عبارة عن فايلز بتتخزن على جهازك وانت بتتصفح اي موقع، بحيث انك لو دخلته بعد كده يكون اسرع، تمام. يمكن كان زمان الاوبشن ده مهم قوي لما كان سرعات الانترنت بطيئة جدا، انما دلوقتي احنا وصلنا مثلا، يعني زمان اول ما اخترعوا الموضوع ده كنت بتتكلم في 32 كيلو بت، دلوقتي احنا بنتكلم في ميجا و2 ميجا و8 ميجا و50 ميجا و100 ميجا عند بعض الناس، تمام. ودلوقتي مش عارف بيقول لك اليابان بتتكلم بجيجا، جيجا في الثانيه سرعه انترنت. فطبعا ما اعتقدش ان انترنت تمبوري انترنت فايلز دي
فايدتها ان هي تسرع الانترنت دلوقتي، يعني الانترنت مش محتاج التمبرري انترنت فايل تسرعه او الكوكيز تسرعه. طب هو ايه الكوكيز وايه الانترنت فايلز؟ الانترنت فايلز تعتبر الهيستوري بتاعك، تاريخك، تاريخك على الانترنت من ساعه ما دخلت على الجهاز ده، ايه هي المواقع اللي دخلت عليها، بحيث انك ما تحتاجش انك تكتب الاسم تاني او ما تحتاجش انك تعمل ريلود تاني للصفحه. طيب ايه الكوكيز؟ الكوكيز دي بيانات التسجيل، يعني انت مثلا دخلت على الايميل كتبت اليوزر نيم والباسورد بتاعك، بتقفل الصفحه وتفتح الصفحه ما يسالكش عليهم، لان الكوكيز اوريدي تعمل لها داونلود مره على جهازك. لكن مجرد ما تعمل ساين اوت او مجرد ما تعمل تسجيل خروج من على الميل، تمام، بتتمسح الكوكيز دي، تمام، لو الا لو تقدر انت تمسحها ديليت كوكيز كده، تمام. ار يو شور؟ يس او كانسل. طب ديليت فايل برضو نفس النظام، ار يو شور؟ اوكي او كانسل. طيب انت عايز تحتفظ بالهيستوري بتاعك قد ايه؟ انت عايز تحتفظ بتاريخ وجودك على الانترنت في من السايت ده او من البراوزر ده او من الجهاز ده على الانترنت اكسبلورر لمده مثلا كام يوم؟ ممكن لمده يوم او 10، تمام، او ولا يوم، زيرو. طيب وفي اي وقت حتى لو انت محتفظ بالملفات لمده 100 يوم، ممكن تيجي في اليوم ال 99 وتختار ايه؟ كلير هيستوري، تمام. تقريبا يعني دي اهم النقط او اهم الحاجات اللي احنا ممكن نتسأل عنها في الانترنت اكسبلورر براوزر. طبعا ممكن تقول له هيلب اباوت الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، ممكن يجيب لك مثلا جوجل، تمام، google.com، ويقول لك اعمل سيرش على كذا. هتعمل ايه؟ جوجل بيحتفل بمين؟ بمحمد مهدي الجواهري. اه طيب تمام. ممكن تكتب هنا اسم اللي انت عايزه، اي سي دي ال مثلا، تكتب هنا ايه؟ اي سي دي ال، بعدين تدوس انتر. كده انت عملت ايه؟ عملت سيرش. ممكن يجي في السيرش يقول لك ايه؟ ادخل على النتيجه الثالثه، تمام، افتح النتيجة التالتة. تقوم انت تعمل ايه؟ تفتح النتيجة التالتة كده مثلا، تمام؟ او كده، وهكذا. بس اعتقد يعني دي اهم النقط اللي موجودة في الانترنت اكسبلورر. حد عنده سؤال؟ سهل ولا؟ هستأذنكم بس دقيقة واحدة علشان معايا تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا 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 عدنا. حد سامعني؟ طيب طيب نكمل. تعالوا نشوف الاوتلوك اكسبريس ده شكله ايه او بيعمل ايه او وظيفته ايه. انت كل اللي بتعمله اول ما تفتح الاوتلوك اكسبريس، طبعا المفروض اول حاجة او اول خطوة معينة انت بتعملها علشان تشغل الاوتلوك اكسبريس انك تضيف ايميلك، تمام.
الخطوه دي لو انت في شغال انت شغال في شركه، الاي تي بتوع الشركه هم اللي بيعملوا ايه، هم اللي بيعملوا الموضوع ده، خصوصا لو الايميل بتاعك على موقع الشركه، مش على ويب سيرفر معروف، زي مش على ايميل سيرفر معروف زي الايه، زي هوت ميل مثلا ولا حاجه. انت ممكن تقول له مثلا ايه تولز، بعدين تختار ايه اكونت، وبعدين تختار اد ميل، تمام. هيقول لك ديسبلاي نيم، ممكن تكتب اي اسم، تمام، وتكليك نيكست. الايميل ادرس مثلا، تمام، نيكست. بعد كده هيسألك على حاجات بوب 3 اس ام تي بي، دي لو انت عندك دومين، او لو انت في دومين بتاع الشركه، بتاع شركه معينه ممكن تكون ما تعرفهاش، تمام. بتوع الاي تي اللي مسؤولين عن النتورك وموقع الشركه والويب سايت وتنظيم الايميلات والحاجات دي كلها، هم اللي بيعملوا ايه، هم اللي عارفين الحاجات دي كلها، هم اللي يقدروا يظبطوها. فانت مالكش دعوه بالعمليه دي، ومش هيسالك عنها في امتحان. لو انت عايز تعرفها لنفسك، دور على جوجل على المواقع المشهوره، تمام، يعني في المواقع المشهوره اللي زيها وهوت ميل وجيميل، الحاجات دي كلها لو دورت على جوجل ممكن تلاقي البيانات دي. ساعات بتلاقيها غلط وساعات بتلاقيها صح، انت وحظك بقى، تمام. فانا هعمل كنسل، انا هعتبر نفسي دلوقتي عندي ايميل متضاف اوريدي، في رساله واحده اهي، الرساله دي اساسا ما اتبعتتش من اي حد، هي بتنزل مع البرنامج، واحنا هنعمل رساله، يعني احنا هنبعت رساله ودي رساله، تمام. بس انا كل اللي هعمله ان انا هشوف الرساله دي وهبعت الرساله الثانيه اللي انا هكتبها، تمام. طيب شكل البرنامج، لو عايزين لو جينا نبص على شكل البرنامج كده، الجزء اللي فوق التول بارز والحاجات دي كلها هنجي لها في وقتها. والشاشه اللي تحت دي متقسمه لاربع اقسام، جزء اللي هو فولدرز، بيبقى موجود فيه الفولدرز بتاعت الايميل بتاعك، لان الايميل بتاعك بيبقى فيه انبوكس واوتبوكس ودرافتس، وكل دي عباره عن فولدرز، وممكن انت تعمل فولدرز جديده جوه الانبوكس، تمام. مثلا الرسائل اللي جايه من فلان، والرسائل اللي جايه من علان، والرسائل اللي جايه من التالت، والرسائل اللي جايه من الرابع، وهكذا، تمام. ممكن تعمل فولدر لكل نوع من الرسائل، رسائل الشغل، ورسائل البيت، ورسائل الفريندز، ورسائل مش عارف العيله، وهكذا. بتعمل فولدر ازاي؟ بتقول له نيو، كليك يمين ونيو فولدر، تمام، كليك يمين ونيو ايه، نيو فولدر. ده الجزء ده. الجزء ده بيبقى موجود فيه الرسائل بتاعتك، او خلي الجزء بتاع الرسائل ده للاخر. جزء كونتاكت ده مش هنتكلم عليه. الجزء هنا، الجزء ده بيبقى فيه اسم، الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه بريفيو بين، يعني ايه؟ يعني منطقة العرض او لوحة العرض، تمام؟ مجرد بتعمل كليك على مسج كده بيعرض لك اللي جواها، تمام. يعني انت ممكن تقرا الرساله من غير ما تفتحها، تمام. طيب الجزء ده بقى اللي بيبقى فيه ايه، الرسائل بتاعتك سواء في الانبوكس او في غيره، بيعرض محتويات الفولدر اللي انت جواه، تمام، او اللي انت عامل عليه كليك. هنا مفيش ولا مسج، هنا ولا مسج، هنا ولا مسج، وهكذا. هنا في مسج واحده بيعرضها. طيب تعالى بقى نشوف الفولدر ده بيتعرض دايما في صورة ديتيلز، اول عمود بتاع علامة التعجب ده، ان هل الرسالة دي مهمة ولا لا، وهنشوف ازاي هتعمل الرسالة مهمة. العمود ده بتاع علامة الدبوس دي، دبوس مكتب كده. الاتاتشمنت، هل في اتاتشمنت في الرسالة ولا لا. يعني ايه اتاتشمنت؟ يعني مرفقات، يعني حد باعت مثلا، انت لو عايز تبعت لشركه بتشتغل فيها اوريدي بتبعت سي في از اتاتشمنت، هو ده اسمه اتاتشمنت، يعني ملفات مرفقه، يعني ملفات ممكن صور مثلا، عايز تبعت صور بتبقى في الاتاتشمنت.
طيب ايه الفلاج ده؟ الفلاج ده بيعتبر بيقسم المسجز لكاتيجوري. انت مثلا المسج دي بتقول لك على ميعاد ميتنج معينه يوم كذا الساعه كذا، فبتعمل فلاج يفكرك بان المسج دي فيها حاجه معينه انت عايز تعمل لها فولو اب، تمام، عايز تتابعها، تمام. غالبا ما بيسالش على موضوع الفلاج ده في الامتحان غير ان هو يقول لك اعمل فلاج للمسج بس، او شيل الفلاج من على المسج بس، ما بيقولكش ان المسج دي فيها كذا او ما فيهاش كذا، هو بيقول لك المسج وخلاص، تمام. طيب بعد كده فروم، ايه فروم ده؟ يعني مين اللي بعت لي الميل، تمام. ممكن ارتب، فاكرين لما كنت برتب الفولدرز في الويندوز كنت اعرض الفولدرز ديتيلز، تمام، كنت بدخل على ماي كمبيوتر كده او ماي كمبيوتر، انا عايز ماي كمبيوتر كده، واعرض الفولدرز ديتيلز واعمل كده ارينج، صح؟ فاكرين اكيد. ممكن تعمل الرينج هنا بنفس الطريقه، تمام، تصاعدي او تنازلي على حسب ايه؟ الاسم، على حسب اسم اللي باعت لك. طيب بعد كده السبجكت، عنوان الايه؟ الرساله. بعد كده تاريخ ايه؟ تاريخ استقبال الرساله. طيب لو عملت كليك يمين كده ممكن تختار كولوم وتختار تضيف اي بيان تاني، مثلا اكونت او سايز او سنت، اتبعتت او تو، اتبعتت لمين، وهكذا. الحاجات دي كلها ممكن تضيفها، ممكن تحذف ريسيفد مثلا تاريخ الايه الارسال، ممكن تحذف الفلاج، وهكذا. غالبا بيسالك على حذف الفلاج ده في الامتحان، حذف العمود بتاع الفلاج، تشيل علامه الصح كده وتختار اوكي، تمام. طيب لو عايز تعرض رساله، لو عايز تفتح رساله، جست بتعمل عليها كده دبل كليك، بتتفتح لك في ويندو جديد بتقراها، ولو عايز ترد عليها بتقول ريبلاي، لو قلت ريبلاي بيفتح لك مسج جديده. طيب ويقفل المسج بتاعت الرساله. انا عايز افتح المسج بتاعت الرساله تاني، تمام كده. ايه الفرق بين ريبلاي وريبلاي اول؟ ريبلاي يعني رد للي بعت الرساله. طيب ريبلاي اول رد للي بعت الرساله والكل اللي استقبله الرساله. طيب فورورد ابعت الرساله نفسها لحد ايه تاني، برنت اطبع ايه الرساله، ديليت احذف الرساله، بريفيوس ونيكست الرساله التاليه والرساله الايه السابقه، تمام. طيب دي الرساله بتاعتك. يبقى احنا كده فتحنا الرساله بتاعتنا، عملنا دبل كليك بس على الرساله علشان نفتحها. طيب وقدرنا نكتب ريبلاي. طيب الريبلاي بيبقى فيه الرساله الاصليه، وتقدر تكتب انت اللي انت عايزه فين، هنا كده زي ما انت عايز، كانك بتكتب في الايه في الوورد مثلا اي حاجه، اكتب اللي انت عايزه كانك بتكتب في الوورد بالظبط، وتقدر تغير نوع وشكل الايه، نوع وشكل ومقاس وحجم والخط وبولد وايتاليك واندرلايند واللون، وعايز تعمل ليست، فاكرين الليست في الوورد، تمام، عايز تخلي الكلام في النص او يمين او شمال، عايز تضيف صوره، لو عايز تضيف اي صوره تعمل براوز، ادي ايقونه الصوره، عايز تضيف لينك، فاكرين اللينك الهايبر لينكس، تمام، وهكذا، كانك بتكتب جوه الايه جوه الوورد بالظبط، تمام. في حاجه مهمه جدا وانا بكتب رساله، سواء وانا بكتب رساله جديده او انا برد على اي رساله، او انا كل الموضوع ده مش هيختلف، سواء رد او مش رد مش هيختلف شكل الكتابه او شكل الكتابه في الرساله. بس في حاجه مهمه جدا للناس اللي ما امتحنتش انترنت، او الناس اللي بتفكر تمتحن اي سي دي ال، وانت في امتحان الانترنت، حتى اللي دخل الامتحان، احنا كنا بنتكلم في اول المحاضره كان في ناس بتقول دخلت امتحان الانترنت وجابت 99%، ممكن هتلاقي في السؤال اللي جاي لك في الاوتلوك حاجه ركز فيها، حاجه مهمه جدا اركز فيها،
يقول لك مثلا خلي الخط ده لونه احمر، تمام؟ هتقوم تعمل ايه؟ تيجي هنا تختار اللون الاحمر، تمام كده، او تختار اي لون انت عايزه. تمام، اختار اللون اللي انت عايزه، خلي الخط مش عارف بولد، خلي الخط مقاسه 36، خلي الخط كبير، خلي الخط اندرلايند بولد ايتاليك، الحاجات دي كلها. وبعد كده يقول لك ايه، او حتى مش لازم يسالك يقول لك خلي الخط كذا، ممكن يقول لك اكتب في نص الرساله اوكي مثلا، ويقول لك في اخر السؤال send the message when you have finished the answer. send the message when you have finished the answer او after you finish your answer، يعني ابعت الرسالة لما تخلص الاجابة. يبقى الاجابة كون ان انت تكليك على send، هي دي السبميت بتاعتك. انما في ناس اللي مش فاكره او ناسيه او مش عارفه الموضوع ده، او مش واخده بالها او مش مركزه، يقول لك ما انا عملت، ما انا خليت الكلام اهو بولد، خليت الكلام ايتاليك، خليت الكلام اندرلاين، بس بدور على سبميت مش لاقيها. لا، السؤال بيقول لك send the message when you have finished your answer، يبقى ابعت الرساله كليك على send دي علشان تبعت الرسالة لما تخلص اجابتك. يبقى ده جزء من الايه، من السؤال. تمام تمام. طيب، وانا بكتب رسالة جديدة او برد على رسالة، في الحالتين لو عايز اعمل اتاتشمنت لاي فايل، ابعت اي فايل من ضمن الرسالة او ارفق اي فايل بالرسالة، جست ان انا بعمل كليك على كلمة اتاتش كده على الايقونة بتاعت اتاتش، واختار الفايل اللي انا عايزه مثلا ده، واقول له اتاتش، وبالتالي الفايل ده هيتبعت مع الرسالة. تمام. طيب، نفترض انك عايز تعمل ايه، تخلي الرسالة دي مهمة، او تقول لصاحب، تقول للمستقبل اللي يستقبل الرسالة، تقول له ان الرسالة دي مهمة جدا. تمام، بتختار أهمية الرسالة من هنا، هاي بريوريتي، يبقى هيكتب لك علامة تعجب عند الرسالة، أو لو بريوريتي، علامة تعجب لونها أسود، أو علامة كده لونها أسود، أو سهم نازل لتحت كده، دي أقل أهمية، أو نورمال مش هيعمل أي حاجة. طيب، أنت عايز تبعت الرسالة لمين؟ لفلان. طب عايز تبعتها لحد تاني؟ اه. طب لو عايز تبعتها لحد تاني تعمل ايه؟ تكتب سيمي كوما وتكتب اسم الحد التاني، تمام؟ ايا كان، مثلا مثلا تمام، اي حاجة. والايميل الثالث وهكذا، والايميل الرابع والخامس والسادس وهكذا. طيب، لو عايز الناس، لو عايز تبعت نسخه من الكربون، نسخه بالكربون لحد تاني، ممكن تكتب اسمه هنا. طيب، لو عايز الناس تعمل ايه، لو عايز اللي اتبعتت لهم الرساله كل واحد فيهم يشوف اسمه بس هو اللي اتبعت له الرساله، وما يشوفش مين تاني اتبعتت له نفس الرساله دي، تعمل ايه؟ البي سي سي. طب كان المفروض يبقى في خانه اسمها بي سي سي كده، اسمها بلايند كاربون كوبي، تمام؟ بجيبها منين؟ من فيو. بختار ايه؟ بختار اول هيدرز. من قائمه فيو بختار اول هيدرز، هيظهر عندي المربع بتاع بي سي سي بلايند كاربون كوبي. اللي بعمل ايه؟ اي حاجه، اي ايميل بيتكتب فيه مش بيظهر لباقي الناس الايه؟ اللي اتبعتت لهم الايميل، اللي اتبعتت لهم الرساله او اتبعت لهم الايميل. تمام ولا مش تمام؟ اعتقد ان كده تمام. طيب، ده الكلام ده كله جوه المسج. تعالوا نرجع ليه الصفحه بتاعت الانبوكس بتاعتنا. لو عايز تمسح المسج دي تعمل ايه؟ ديليت. لو عايز تطبعها برنت. غالبا خلي بالك
خلي بالك بيجيب لك حاجه غريبه جدا في السؤال او حاجه لذيذه جدا في السؤال، يقول لك forward the message او reply to the message او reply all to the message او print the message او delete the message، اي حاجه متعلقه بالمسج. ودايما او 99% من الاسئله يقول لك don't open the message، ما تفتحش الايه الرساله، يبقى الاوامر اللي جوه دي ما تستخدمهاش. تستخدم كل حاجه منين؟ من هنا، لما يقول لك ما تفتحش الرساله. تمام تمام ولا مش تمام؟ ان شاء الله يكون كل حاجه تمام. اي حد عنده سؤال دايما بنقولنا بيكتبه، ولما افتح الشات يسال. اوكي تمام. طيب لو جينا لقائمه مسج دي، نيو مسج يعني رساله جديده. طيب ريبلاي تو سندر، رد على المستقبل المرسل للرساله دي. ريبلاي تو اول، رد على كل الايه اللي استقبلوا الرساله، رد على المرسل وكل اللي استقبلوا الرساله. فورورد يعني ابعت الرساله دي لحد تاني او ابعتها لحد تاني. تمام. طيب باقي الاختيارات مش مهمه بالنسبه لنا. تمام. طيب تول، يهمني جدا في التولز دي، يهمني جدا حاجه لذيذه جدا، يعني انا شايف انها مهمه ممكن اشرحها. send and receive، ممكن يقول لك send and receive all messages، دي حاجه عاديه جدا انك تعمل ايه، تدخل على النت تستقبل الرسائل وتبعت الرسائل. طيب انا عندي حاجه اسمها message rules. يعني ايه message rules؟ يعني لما تجي لك رساله من فلان اعمل لها كذا. تمام. احنا بس هناخد مثال صغير على دي، اعتقد ان باقي الامثله ممكن او باقي الاوبشنز ممكن انت تكتشفها بنفسك. تمام. لو جيت عند تولز واخترت مسج رولز واخترت ميل كده، تمام، تعال نشوف بس مثال صغير على الرولز اللي قدامنا دي كلها. دلوقتي انا عايز الرساله اللي تجيلي من الدعم الفني بتاع موقع الدارين، بتاع اكاديمية الدارين، تتنقل اوريدي اوتوماتيك كده لفولدر معين. تمام تمام ولا مش تمام؟ تمام. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له هختار select the conditions of your rules، اختار الشرط بتاع الرول بتاعتك. تمام. فهختار انا when the from line، عندما يحتوي السطر بتاع from على when the from line contains people، عندما يحتوي السطر بتاع from في المسج على، يحتوي على ايه؟ انا اللي هحدد. تمام. هتعمل فيه ايه لما يحتوي على كذا؟ هقول له move it to the specific folder، انقله للفولدر او للمجلد المعين. تمام. لو عملت كليك كده تشيك على العلامة الصح وتشيك على العلامة الصح، هنا هيظهر لي تحت apply the rule after the message arrives، عندما تصل الرسالة طبق الكلام ده. ايه هو الكلام ده؟ where the from line، لما الفروم لاين contains people، لما اعمل كليك على كده على كلمه contains people، ممكن اكتب اسم الايه؟ البيبول اللي انا عايزهم هنا. تمام؟ ممكن اكتب اسم البيبول اللي انا عايزهم هنا، ممكن اكتب مثلا عمرو مثلا، اي اسم، او مايكروسوفت او اكاديميه الدارين، على حسب الايه؟ الاسم اللي هم بيبعتوا لي بيه، او اكتب الايميل. تمام؟ الاسم او الايميل. تمام. واقول له اد واختار ده واقول له اوكي. يبقى انا لما توصلك رساله من عمرو مثلا، موف ات تو ذا فولدر، فين الفولدر اللي انت عايز تعمل له موف؟ هقول له مثلا موف ات تو نيو فولدر، والنيو فولدر اسمه عمرو. تمام. واوكي. يبقى موف المسج تو الفولدر اللي اسمه عمرو. when the from line contains عمرو، move it to the folder اسمه عمرو. تمام. تمام.
قليل قوي لما يسأل على النقطة دي في الامتحان، بس دي موجودة ضمن المنهج وارد ان هو يسأل عليها سؤال. تمام؟ تمام. بعد ما اخلص الرول بتاعتي اكليك اوكي، واكليك اوكي تاني. تمام؟ يبقى كده اي رسالة هتجيلي من عمر هيحطها جوه الفولدر اللي اسمه عمر. تمام؟ طيب. اعتقد ان كده اهم النقط او معظم النقط اللي مختارة في منهج الاي سي دي ال غطناها، في منهج الانترنت غطناها بشكل جيد جدا. طبعا اي سؤال انا مرحب بكم في المنتدى، بس عارفين المنتدى فيه مشكلة تقنية كده انا بتابعها مع الدعم الفني، وان شاء الله هتتحل وادخل اجاوب على كل اسئلتكم. انا مستعد اسمع اي سؤال دلوقتي بس لمدة 5 دقايق لاني تعبان جدا. تمام؟ لمدة 5 دقايق بس. ها اتفضلوا، مستعد اسمع اسئله او اي تعليقات. ايه رايكم؟ سهل ولا؟ سهل بس عايزين نطبق. تمام. بلايند كاربون كوبي، بي سي سي اختصار بلايند كاربون كوبي، يعني الخانة دي لما تكتب جواها الايميل اللي انت عايز تبعت له الناس التانية مش هتشوف انك بعت للايميل ده. تمام؟ او لو كتبت كل الايميلز في المكان ده مع كل واحد هيفتكر ان الرسالة اتبعتت له ايه؟ لوحده. تمام؟ اكتب فيها الايميل، الايميل اللي انت عايز تبعت له. مش فاهم يعني ايه مش فاهم؟ طب جرب اقول لحضرتك حاجة، اكتب رسالة معينة انت عايز تعمل تبعتها لاكتر من واحد. تمام؟ الاكتر من واحد دول عندك خانة في الايميل او في البرنامج اسمها سي سي. تمام؟ سي سي يعني هيبعت نسخة من الرسالة لكل الايميلات اللي مكتوبة في سي سي، كأنك هتكتبها جوة تو بس بالظبط. تمام؟ بس لو انت كتبت جوة خانة سي سي كل الناس هتشوف الايميلات كلها اللي انت بعت لها. كاربون كوبي، يس. تمام؟ كاربون كوبي يعني نسخة بالكربون. تمام؟ كل الناس هتبعت لها نسخة، بس كل الناس هتشوف الايميلات اللي اتبعتت لها الرسالة دي، يعني انا هعرف ان الرسالة دي اتبعتت لي واتبعتت لكل مين؟ لكل الموظفين مثلا، او لفلان وفلان 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 اللي ايميلاتهم هتظهر قدامي. انما لو انا وانا ببعت الرساله، او لو اللي بيبعت الرساله كتب الايميل بتاعي وكتب الايميلات الثانيه في الخانه بتاعت بي سي سي، انا لما يوصلني الايميل هفتكر هشوف ايميل انا لوحدي بس في المرسل اليهم. تمام؟ فهفتكر او هظن ان الرسالة دي اتبعتت لي لوحدي. تمام؟ وكل واحد من اللي اتبعتت لهم الرسالة واتكتبوا جوه خانة بي سي سي هيشوف ان الرسالة مبعوتة له هو لوحده، مش هيشوف الايميلات التانية اللي اتبعتت له الرسالة، اللي اتبعتت لهم الرسالة، او هيفتكر ان الرسالة مبعوتة له لوحده. تمام ولا مش؟ واضحة ولا مش؟ اتاتشمنت متحدد بمساحة معينة على حسب الايميل اللي بنستخدمه، على حسب الايميل اللي احنا بنستخدمه، ياهو او جوجل او مايكروسوفت او ايميل الشركة بتاعتك زي ما انت عايز. على حسب ايه؟ الايميل اللي انت بتستخدمه او اللي انت بتبعت منه. تمام؟
لا لسه في محاضرتين، باقي محاضرتان، وان شاء الله بكره اجازه، بكره اجازه وباقي محاضرتان، اثنتان فقط، يومي الخميس والجمعه ان شاء الله. او على الاقل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. تمام، المواعيد بتنزل على الموقع، ولو حصل اي تغيير للمواعيد التغييرات بتنزل على الموقع. احنا كده بقى لنا تراك واحد بس، او مادة واحدة بس، او موديول واحدة بس، اللي هي الاكسس بس. ان شاء الله بكرة اجازة. بكرة اجازة. URL اللي هو اللينك، اللينك الخاص بتاعنا، اللينك بتاع الموقع. يعني مثلا ده كده يعتبر URL، ده كده يعتبر URL. تمام، URTL معرفوش، اول مرة اسمع عنه. تمام، حد عنده اي اسئلة تانية؟ طيب، لأي تواصل دي صفحتي على الانترنت، صفحتنا او منتدى الاكاديمية. تمام، انا معاكم ان شاء الله باذن الله اجاوب على اسئلتكم. نلتقي ان شاء الله امتى؟ يوم الخميس. يوم ايه؟ يوم ايه نلتقي ان شاء الله؟ يوم ايه؟ الخميس ان شاء الله. تمام، جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله. انا عايزكم تذاكروا بس، اهم حاجه تذاكروا. تمام، تذاكروا. جزانا واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.